بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نحكي عن repairing systems أو repair system اللي موجود في الكائنات الحية, خصيصا المايكرو أورجانيزم فعليا. والسبب في وجود repair system هو إنه DNA تبعنا أو DNA بشكل عام دائما تحت الخطر, is under continuous assault, يعني دائما تحت الخطر او تحت التهديد من الميوتاجنز والسبونتينيوس ميوتيشنز اللي ممكن تحصل له. وبالتالي في عنا الريبير سيستم او مالتيبل ريبيرينج سيستمز عشان نحافظ على الدي ان اي والانتجريتي للدي ان اي الخاص في هذا الاورجانيزم. والدي ان اي repair systems تستخدم فعليا طريقتين أساسيتين عشان تحل مشاكل الميوتيشنز. الأولى إنه تحل مشكلة الميوتيشن مباشرة, يعني تعمل direct repair للDNA damage, direct repair للDNA damage. والطريقة الثانية إنها تراوغ وتحتال على الDNA damage بحيث إنها تخليها مش effective أو ما تأثر على الأورجانيزم, يعني بتعمل circumvent للproblems caused by unpaired damage, تراوغ وبتحتال على المشاكل الناتجة عن هاي الميوتيشنز بحيث تخليها مش effective. واحدة من أشهر الأمثلة على direct repair DNA damage هي DNA polymerase. هسا الدي ان اي بولمريز بيتميز بانه عنده فيدليتي عاليه. شو يعني فيدليتي عاليه؟ يعني عنده اتقان عالي في العمل, اخلاص عالي في العمل. لما نحكي انه شخص مخلص في عمله اي انه بيتقنه. ف الايرور الخاص بالدي ان اي بولمريز بشكل عام قليل جدا, والسبب بيعود الى قدرته على عمل دايركت ريبير للدي ان اي دامج. وهذا الدايركت ريبير للدي ان اي دامج بيكون نتيجه لوجود البروف ريدنج اكتيفيتي. زي ما بنعرف البروف ريدنج اللي هي انه لما الدي ان اي بوليمريز يعمل ايدنتيفيكيشن للاخطاء اللي بيقوم فيها اثناء شغله, وبيعمل اكسيجن لهاي الاخطاء وبرجع ببني من اول وجديد من قبل حوالي 3 أو 4 نيوكليوتيدز من الخطا, وبرجع وبكمل بشكل صحيح. طبعا زي ما حكينا الدي ان اي بوليمريز, وهي اثناء عمليه الدي ان اي ريبليكيشن اللي بتصير اثناء البروليفريشن. اذا الدي ان اي بوليمريز ممكن يصير عنده اخطاء, هاي الاخطاء بصححها عن طريق الدايركت ريبير دي ان اي دامج, عن طريق عمليه البروف ريدنج واللي هي بتعطي الدي ان اي بوليمريز فيدليتي عاليه بحيث انه بيكون عنده اتقان جيد في العمل. طبعا هنا هاي الجمله بس بدي اغلبكم انه تحطوها بعد هاي الجمله, يعني هاي الجمله هي رقم 3 وهون 1 وهون 2. تمام, زي ما حكينا الدايركت ريبير اوف دي ان اي دامج, عندك الدايركت ريبير لازم يكون عندك عمليتين مهمات جدا, الايدنتيفيكيشن للدامج والريفرس للدامج, ايدنتيفيكيشن وريفرسنج للدامج. وهذا بيحصل تيبيكال على مين؟ على البروف ريدنج اكتيفيتي تبعيه الدي ان اي بوليمريز. بيعمل ايدنتيفيكيشن للدامج, وبعد ما يعمل ايدنتيفيكيشن للدامج بيقص الدمج هذا وبيبدأ يشتغل من أول وجديد على هذا المكان, وبالتالي بيعمل لي ريفيرسنج للدمج اللي حصل. طبعا هناك سيستمز أخرى قادر على أنها تعمل دايركت ريبيرينج للدي ان اي دمج, ورح نحكي عنهم هس يعني كمان شوية. أول نوع من أنواع حكينا عن البروف ريدنج اكتيفيتي كدايركت دي ان اي ريبير. النوع الثاني اللي هو الفوتو رياكتيف ريبير, والبيس اكسجين ريبير, والنيوكليوتيد اكسجين ريبير, والمس ماتش ريبير, ورح نحكي عنهم بالتفصيل كل واحده على حده. نبدا في الفوتو اكتيف ريبير. باختصار الفوتو اكتيف ريبير هو الريبير اللي بحصل للمشاكل الناتجه عن اليو في لايت, ايضا تسمى باليو في ريبير. وزي ما بنعرف انه اليو في لايت بيسبب لي تكون للبايراميدين دايمرز,
وبالتالي الفوتو رياكتيف ريبير اذا هي الميكانيزم اللي بتحل لي المشاكل الناتجه عن اليو في لايت، ومن المشاكل الناتجه عن اليو في لايت اللي هي البايريميدين دايمرز، خصيصا الثايمين دايمرز. زي ما بنعرف انه الثايمين دايمرز ناتجه عن تكون كوفالنت بوندز ما بين تو ادجيسنت ثايمين بيس بيرز، وبالتالي الريبير ميكانيزم لهاي العمليه راح تكون عن طريق تكسير لهاي الكوفالنت بوندز. طيب مين بيقوم بعمليه التكسير لهاي الكوفالنت بوندز؟ عندك انزيم بسموه بالفوتولاييز. فوتو من انه بيستخدم الفيزبل لايت كطاقه، يعني بياخذ الطاقه اللي بتيجي من الفيزبل لايت، واللاييز لانه بيقوم بتكسير الكوفالنت بوند للكوفالنت بوند ما بين الثايمين دايمرز، وبالتالي هو بيعمل لي ريبيرنج او دايركت ريبيرنج للثايمين دايمرز وارجعها للوضع الطبيعي عن طريق تكسير هاي الروابط الكوفالنت بوندز باستخدام الطاقه الناتجه عن الفيزبل لايت او اللي بيتوفر له الها عن طريق الفيزبل لايت. طبعا الفوتولاييز هذا راح يكون في الكائنات اللي بتقدر تستخدم الضوء بشكل مباشر، يعني خلاياها قادره على انه يوصلها الضوء بشكل مباشر، مثل الكثير من الكائنات، منها البكتيريا والسنجل سيلد يوكاريوتس البلانتس وبعض الانيمالز، ولكن مش البشر. والسبب انه البشر السكين تبعهم مش نافذ للضوء، يعني الضوء ما بيدخل للاجزاء الداخليه لاجسامنا لانه احنا اجسامنا مش شفافه، وبالتالي الفوتولاييز مش موجود عند البشر. طبعا الفوتولاييز بصير له انكودنج عن طريق جين خاص بسموه الفوتو رياكتيف ريبير جين في الاشيريشيا كولاي خصيصا. اذا زي ما نشوف هنا اليو في لايت انتج الثايمين دايمرز، بعد ما انتج الثايمين دايمرز اجى الفوتولاييز في بعض الكائنات مثل البكتيريا وخصيصا الاشيريشيا كولاي، بيجي وبيكسر لي الكوفالنت بوند بعد اخذ الطاقه الناتجه من او اللي بيوفرها الفيزبل لايت، وبعد تكسير الرابطه بصير عندي دايركت ريبير للدمج اللي هو الناتج عن الثايمين دايمرز. وهيك الفوتولاييز اشتغل شغله وبيعمل ديسوسيشن من الدي ان اي ستراند. تمام، نوع ثاني من الدايركت دي ان اي ريبير اللي هي البيس اكسجين ريبير. وبالمختصر البيس اكسجين ريبير هي اللي بتهتم بالبيسز نفسها، وبالتالي البيس اكسجين ريبير هي اللي بتهتم بالموديفايد بيسز في النيوكليوتايدز. وزي ما بتتذكروا مين اللي سبب لي في موديفيكيشن للبيسز؟ الالكيليتنج ايجنتس والهيدروكسيليتنج ايجنت وايضا الاوكسيدايزنج ايجنتس، كلهن ادوا لي الى ايش؟ الى تكوين موديفايد بيس نيتروجينس بيسز. واللي بيقوم بتصحيح هاي الامور اللي هي البيس اكسجين ريبير. طيب كيف بتصير العمليه؟ عشان نشرحها بتفصيل لازم ناخذ دي ان اي ستراند، تمام، من ال5 برايم ل3 برايم، وهون من ال3 برايم ل5 برايم، وهون عندك نيوكليوتايدز. بدي افرض انه صار عندي الكيليتنج ايجنت او اوكسيدايزنج ايجنت او حتى هيدروكسيليتنج ايجنت، وعمل لي موديفيكيشن لهذا البيس النيتروجينس بيس، تمام، فصار عندي هنا موديفايد نيتروجينس بيس. بيجي اشي بسموه الدي ان اي جلايكوسيليز، الدي ان اي جلايكوسيليز. بيجي هذا الدي ان اي جلايكوسيليز وبيعمل لي ريموفينج لهاي الموديفايد بيس، فقط للموديفايد بيس بشيلها، تمام، وبالتالي السايت هذا صار ما فيه بيس، بسموه ب
الابيورينك او ابيراميدينك سايت، الاي بي سايت، اي بي سايت. ليش؟ لانه ما في لا بيورين ولا بايراميدين، فبيسموه بالابيورينك او ابيراميدينك سايت. هون لازم تتذكروا انه الباك بون لسه سليم للنيوكليوتايد، وفقط الموديفايد بيس هي اللي راحت نتيجة للدي ان اي جلايكوسيليز، وتكون عندي الاي بي سايت. يعني اللي عمل لي ايدنتيفيكيشن للدمج هون هو الدي ان اي جلايكوسيليز. بيجي بعد ذلك انزيم خاص بسموه بالاي بي اندونيوكلييز، اي بي اندونيوكلييز. هذا الاي بي اندونيوكلييز بيعمل ايدنتيفيكيشن للاي بي سايتس وبيجي بقصها. يعني هنا بهاي الحالة قص الباك بون، قص الباك بون، وشو سوالي؟ سوالي زي النك. ثواني، سوالي نك او كت. زي ما هو واضح هنا الكت هنا لازم تكون 3 برايم، وهنا 5 برايم. بيجي بعد ذلك مين بتعرف على هاي النكس؟ الـ DNA polymerase type 1، الـ DNA polymerase type 1. بيجي الـ DNA polymerase type 1 وبيبدأ في إرجاع هاي النيوكليوتايد، فبيبدأ بالبناء من الـ 3 prime للـ 5 prime end. هسا الـ DNA polymerase عنده يعني خاصية ممتازة جدا، إنه أيضا عنده 5 prime إلى 3 prime endonuclease activity. يعني أثناء عملية بنائه للنيوكليوتايدز من الـ 3 prime للـ 5 prime بيقوم بتكسير النيوكليوتايدز اللي جاية بعد هاي النك، يقوم بتكسير النيوكليوتايدز اللي جاية بعد هاي النك، وبيقوم بالبناء فوقها اللي هي إيش؟ النيوكليوتايدز الصحيحة. تمام؟ وبعد هيك هاي العملية بيسموها بالنك ترانسليشن، نك ترانسليشن. تمام؟ وهنا بعد ذلك بيجي مين؟ اللايجيز. بيجي اللايجيز، واللايجيز شو بيسوي؟ بيعمل سيلينج لهاي المنطقة، وبالتالي بيكون عندنا الـ DNA ستراند طبيعية من أول وجديد. بمعنى إنه هاي العملية اللي هي البيس اكسيجين ريبير بتهتم بانه يصير عندي التخلص للموديفايد بيسز، النيتروجينس بيسز. بتقوم هاي العملية اساسا على ازالة هاي البيس، وبعد ذلك قص الباك بون في موقع هذا البيس، وبعد ذلك بناء نيوكليوتايدز فوق هاي او تصحيحا للخطأ اللي حدث. واثناء هاي العملية رح يصير عندي تكسير لما بعده للنيوكليوتايدز اللي ما بعد هاي الخطأ، وبالتالي لأنه هذا الدي ان اي بوليمريز تايب 1 ما بيقدر يبني نيوكليوتيدة واحدة، لازم يكون في عندك دي ان اي سيجمنت يبنيها، وبالتالي بيستخدم اللي هي ال 5 برايم لل 3 برايم اندونيوكليز اكتيفيتي بالإضافة إلى ال 3 برايم لل 5 برايم بوليمريز اكتيفيتي، واللي هي فعليا بتكون سايمونتينيسلي، يعني العمليتين بيتمن في نفس الوقت. زي ما احنا شايفين هنا اللي هي المالتي ستيب بروسيس، بيجي الدي ان اي جلايكوسيليز بيعمل ريكوجنايزنج للموديفايد بيس، وبيعمل كرييتنج للاي بي سايت عن طريق الريموف لهاي البيس. بعدين الاي بي سايت بيجي عنده الاي بي اندونيوكلييز، بيجي بيشيل الريميندر من النيوكليوتايد اللي بيتمثلها الباك بون، وبعدين بيجي الدي ان اي بوليمريز تايب 1 او الدي ان اي بوليمريز، هون مش ذاكرين تايب ولكن هو تايب 1 فعليا. وبيجي الدي ان اي لايجيز بيعملوا فيلينج للجاب وسيلينج للشوجر فوسفيت باك بون. طبعا هاي الاي بي سايت لما يجي الاي بي اندونيوكلييز شو بيسبب لي؟ تكون للنك او الكت، والبوليمريز بيجي بيكمل فوق هاي النك، واثناء عمليته بيعمل ريموفنج للنيوكليوتايدز اللي ما بعد هاي النك. شلنا سلسله الدي ان اي المجاوره للبيس، وذلك لانه البوليمريز بيحتاج الى سلسله معينه لحتى يبلش شغل.
وبالتالي انه احنا ما بنقدر نستبدل قاعدة نيتروجينية باخرى، ولكن احنا بنقدر نستبدل نيوكليوتايد باخر، نقدر نستبدل نيوكليوتايد باخر. هاي النقطة مهمة جدا. ليش؟ لانه ممكن تيجي كترو اور فولس. الدي ان اي ريبير سيستم كان سويتش بتوين تو نيتروجينس بيسز، لا احنا بنعمل سويتشينج ما بين النيوكليوتايدز وليس النيتروجينس بيسز. تمام، نيجي للنيوكليوتايد اكسجين ريبير. النيوكليوتايد اكسجين ريبير هي واحدة من الطرق لحل اي مشكلة بتؤدي للديستورشن في الدي ان اي. يعني اي ديستورشن في الدي ان اي مين بيحله؟ اللي هو النيوكليوتايد اكسجين ريبير. هسه الديستورشن في الدي ان اي قد يكون ناتج عن البلكي ادكتس، اللي هي بالفعل بتكون ناتج عن اليوفي لايتس او اليوفي لايت، او ممكن يكون الثايمين دايمرز مثلا، فاللي بتؤدي للديستورشن للدي ان اي، واللي هي ايضا بتكون سببها اليوفي لايت. هسه النيوكليوتايد اكسجين ريبير مبدا عملها الاساسي انه بيكون عندي انزيمات، هاي الانزيمات بتعمل لي ريكوجنايزنج للمشكله للديستورشن في الدي ان اي، وبالتالي بتعمل لي بايندينج للدامج ريجن، وبالتالي بتعمل لي خلينا نحكي ريموفينج لسيجمنت من الدي ان اي، هاي السيجمنت من الدي ان اي اللي فيها المشكله. وبعد ذلك بيجي الدي ان اي بوليمريز واللايجيز وبيشتغلوا شغلهم عن طريق انه الدي ان اي بوليمريز بيعمل فيلينج للجاب، والدي ان اي لايجيز بيعمل سيلينج للباك بون من الشجر والفوسفيت. هسه زي ما حكينا انه النيوكليوتايد اكسجين ريبير يستخدم في حل المشاكل للديستورشن في الدي ان اي، اللي بالفعل بيكون بالمعظم الحالات ناتج عن اليوفي لايت. اذا اليوفي لايت ريبير اللي بيكون عن طريق النيوكليوتايد اكسجين ريبير، هسه احنا حكينا انه اليوفي لايت ريبير ممكن يكون عن طريق الفوتو رياكتيف ريبير، ولكن ايضا ممكن يكون ناتج عن النيوكليوتايد اكسجين ريبير. طبعا النيوكليوتايد اكسجين ريبير هي اللي بتعمل يو في لايت ريبير وين؟ في الهيومنز، بينما الفوتو رياكتيف لا. ليش؟ لانه هاي العمليه ما بتحتاج does not require اللي هي الفيزيبل لايت، does not require الفيزيبل لايت. طيب شو اللي بصير؟ طبعا هنا مذكور يعني كلام كثير، ولكن انا راح الخصه بالانيميشن اللي راح اورجيكم اياه هسه. هسا بيكون عندنا الدي ان اي سترانز، تمام، وهنا في عندك النيوكليوتايدز. وفلنفرض انه هنا في اللي هي الثايمين دايمرز، الثايمين الثايمين دايمرز، واللي هي ناتجة عن اليوفي لايت زي ما بنعرف. هسا اللي بصير انه في عندك بعض الانزيمات زي ما حكينا بالمبدأ العام للنيوكليوتايد اكسجين ريبير. هاي الانزيمات بسموها بالالترا فيوليت ريبير انزيمز او الالترا فيوليت ريبير كومبلكسز اليو في ار، وعندك اربعة انواع يو في ار اي وبي وسي ودي. بيجي اول اشي بيكون عندك اليو في ار اي واليو في ار بي، بيكون عندك اللي هو اليو في ار بي، او خلينا نحكي بديش ثواني، اليو في ار بي ومعاه بيكون مربوط اللي هو اليو في ار اي، تو كومبلكسز او تو two enzymes من ال UVRA. تمام، بيجوا بيمشوا على الستراند المقابلة لحدوث أي مشكلة، بيجوا بيصلوا عند هاي المنطقة، تمام، اللي هي مقابل opposite للثايمين دايمرز. وهنا ال UVRA بيعمل recognition لوجود الثايمين دايمر ووجود الدستورشن أو الكينك في ال DNA segment. إذا مين بيعمل recognition لا الكينك او الديستورشن اللي هو اليو في ار اي، اول ما يعمل ريكوجنيشن بيحفز اليو في ار بي على انه يعمل ايش؟
يعمل denaturation للمنطقة هاي، يعني بيعمل زي عملية إيش، إنه بيوسع المكان اللي ممكن نشتغل عليه. وبعد ذلك بيصير عندك dissociation لل UVRA من الcomplex اللي هي ال UVRAB complex. بيعمل إيه؟ بيصير له dissociation، بطلع خلص راح. مين بيجي محله؟ بيجي محله ال UVRC two من ال UVRC. هسا ال UVRC UVRBC complex بيحفز ال UVRC على انه ايش يعمل لي اشي بسموه ال 5 prime cut وال 3 prime cut. فنفرض انه هون 5 prime 3 prime وهنا 5 prime 3 prime، فهذا ال UVRC بيجي بيعمل لي cut هنا و cut هنا بطول ايش، بطول 12 nucleotides. هاي الكت اللي هون بسموها بال3 برايم كت، وهاي الكت اللي هون بسموها بال5 برايم كت. واتوقع عرفتوا ليش، لانه هون كان عندنا 3 برايم، فاللي راح يصير هون انه يتكون عندي ال5 برايم، وهنا كان 5 برايم فراح يتكون هون عندي ال3 برايم، لانه زي ما بنعرف انه اي سيجمنت لازم يكون من 3 برايم و5 برايم، نهايته يا 5 برايم يا 3 برايم. هسه هاي الكت بعد ذلك بيجي عليها اللي هو الـ UVRD النوع الرابع اللي حكينا عنه، وهو واحد من الهيليكيزز. شو يعني هيليكيز؟ يعني اللي بيقوم بتكسير أو الـ Unwinding للـ DNA، يعني بيقوم بتكسير الروابط الهيدروجينية ما بين الـ Nitrogenous Bases. فبيجي الـ UVRD وبيجي هنا وبيعمل لي كت لكل الهيدروجين بونز، وبالتالي بيعمل ريموفال لايش، للسيجمنت. فالايش النهائي شو راح يتكون عندنا؟ خلنا اوقف الفيديو اورجيك شو الايش النهائي. زي ما انتم شايفين الايش النهائي هذا هو، صار عندك ريموفال للدي ان اي سيجمنت اللي فيها المشكله، اللي فيها الثايمين دايمرز، اللي هي كانت بطول قديش، حوالي 12 نيوكليوتايد. هسه مين بيجي بعد ذلك؟ كالعاده بيجي الدي ان اي بوليمريز تايب 1 واللايجيز. بيجي الدي ان اي بوليمريز بيكمل شغله هنا، تمام، بيكمل شغله هنا، بيعمل بوليمرايزيشن، وبيجي اللايجيز وبيعمل لي ايش، وبيعمل لي سيلينج للباك بون، بيعمل لي سيلينج للباك بون، وهيك رجع عندنا الدي ان اي سيجمنت طبيعي وما فيه اي مشكله. زي ما حكينا الـ UV repair is a form of nucleotide excision repair زي ما احنا شايفين هنا in humans، لانه ما بدها الـ UV visible light زي ما شفنا. طبعا في عندك بروتينات تعمل recognition للـ DNA damage، وعندك بروتينات تعمل excising للـ short segment of DNA. اللي بعمل recognition مين حكينا؟ الـ UVRA واللي بيعمل او الـ UVRA B complex، واللي بيعمل اكسيجن اللي هو الـ UVRA B C complex، وخصيصا الـ UVRC. وبعضهم بايش new DNA is synthesized to replace، عن طريق ايش؟ عن طريق synthesis للـ DNA الجديد. مين راح يقوم فيه؟ اللي هو البوليمريز تايب 1. والانزيمز هم الـ UVRD و B و C و A، وكلهم encoded by جيناتها الخاصة. فعليا النيوكليوتايد اكسيجين ريبير المسؤول عنها 7 جينات، وحدوث اي ميوتيشن على واحد من هاي الجينات بيؤدي لي الى حاله مرضيه تسمى بالزيرو ديرما بيجمنتوزم، رح نحكي عنها كمان شويه. اذا 2 مولكيولز من اليو في ار اي بيكون و 1 من اليو في ار بي بيعمل بايندينج للدي ان اي ستراند اوبوزيت للسايت تبع ايش، الثايمين دايمر او الفوتو برودكت. بعدين بيجي بيعمل الـ UVRA dissociation وبيجي مكانه الـ UVRC. الـ UVRC بيعمل لي الـ 3 prime والـ 5 prime cuts، يعني بيعمل لي cleaving بالإيش، بالphosphodiester bonds. وبالتالي هذا الـ cleavage بيكون لطول لـ DNA segment بطول إيش، بطول 12 nucleotide. مين بيجي بيشيلها بالمرة وبيعمل تكسير الهيدروجين bonds اللي هو الهيليكيز اللي هو الـ UVRD. الDNA polymerase بيجي بيعمل binding للmissing nucleotides وبيعمل filling للgap، وبيجي الDNA ligase بيعمل sealing للsugar phosphate backbone.
وهذا توضيح للحكي اللي حكيناه. تمام؟ بس هنا في عندك ايش؟ خطأ بسيط في الكتاب. هنا لو بتشوفوا الثايمين دايمر وين كان؟ على الستراند الزرقاء. فالكت المفروض يصير هنا وهنا. هاي الكت راح يصير اسمها اللهم صل على سيدنا محمد، الفايف برايم كت، وهاي اللي هي الثري برايم كت. تمام؟ بس هنا الكتاب خربط وحط ايش؟ وحط انه في كت على الحمراء وواحدة على الزرقاء. فعليا هذا مش صح. المفروض يصير الكت على السيجمنت من الدي ان اي ستراند اللي فيها المشكلة. هو خطأ بسيط بجوز مش مقصود من الكتاب. تمام؟ بيجي بعد هيك، لانه المنطقي انه احنا نشيل السيجمنت اللي فيها مشكلة. يعني لو انا قصيت هيك وراح، يعني كأني فصلت الدي ان اي، عملت بريك في الدي ان اي، ما استفدت اشي، ما طلعت الثايمين دايمرز. فلا مش منطقي حكي الكتاب هنا، واتوقع انه موضحه بشكل صحيح بالكتابة، بس الدايجرام اللي حاطينه كان خاطئ. هون اليو في ار دي اللي هو الهيليكيز زي ما حكينا، شال كل الدمج دي ان اي سيجمنت. هاي الدايجرام هون صح، شال الزرقة اللي فيها الثايمين دايمر، وهون برضو صح. شايفين اللي بناه هو فقط الازرق البوليمريز تايب 1 الدي ان اي بوليمريز، وبيجي بعد ذلك الليجيز وبيعمل سيلينج. زي ما حكينا اي ديفيشنسي في، او خلينا نحكي النيوكليوتيد اكسجين ريبير ديفيشنسي في الهيومنز، زي ما حكينا انه اللي هو المسؤول عن ايش؟ اليو في لايت ريبير في الهيومنز. اليو في لايت ريبير في الهيومنز، و عدم وجود، او خلنا نحكي وجود نقص في النيوكليوتيد اكسجين ريبير سيستم، بيؤدي لي انه يكون عندي الانسان فيري سنسيتيف للاكستريملي سنسيتيف لليو في لايت، وبالتالي بيؤدي لي الى ظهور خلنا نحكي بري كانسرس او حتى كانسرس ليجنز في الجسم وعلى الجلد. بيسموها بهاي الحاله المرضيه بالزيرو ديرما بيجمنتوزم، اللي بتتسبب فيها اي ميوتيشن على واحد من السبع جينات المسؤولة عن النيوكليوتيد اكسيجين ريبير سيستم. مسماتش ريبير، المسماتش ريبير بصير ريبيرينج او بعمل ريبيرينج لايش؟ لاي مسماتش في الدي ان اي. يعني مثلا احنا بنعرف انه الادينين بيرتبط مع الثايمين والجوانين بيرتبط مع السيتوسين. مثلا اذا صار عندي ارتباط ما بين الثايمين والجوانين او السيتوسين والادينين، هذا بيسموهن ايش؟ مسماتشينج. و طبعا هذا المسماتشنج قد يكون نتيجة ل خلينا نحكي انه الدي ان اي بوليمريز ما اشتغل بالطريقة الانسب، او ما تعرف على المشكلة على البروف ريدنج، يعني اسكيب البروف ريدنج، يعني ما صار له بروف ريدنج لهاي المسماتشنج اثناء عملية الدي ان اي ريبليكيشن. المشكلة هنا انه اذا الدي ان اي بوليمريز ما تعرف على المشكلة وظلت عندي المسماتشنج، فهاي رح تؤدي لي إلى ميوتيشن، وبالتالي يجب أنه يكون عندي ريبير سيستم يستطيع أنه يتعرف على هاي المشاكل. وهذا الريبير سيستم هو المسماتش ريبير سيستم، واللي هو بالعادة بيشتغل أثناء حدوث عملية الدي ان اي ريبليكيشن. يعني مع أنه بيشتغل الدي ان اي بوليمريز وبعمل بروف ريدنج، ايضا هي المسماتش ريبير سيستم بيشتغل معاه عشان ما يكون عندي اي مشاكل في الدي ان اي. طيب هسه في عندنا مشكله، المشكله انه كيف المسماتش ريبير سيستم بده يتعرف على انه وين المشكله تحديدا؟ يعني عندك دي ان اي سيجمنت، وهون عندك سيتوسين، وهون عندك ثايمين مثلا. ف فعليا المسماتش ريبير سيستم لازم يعرف وين المشكلة، هل هي بالثايمين ولازم يحط جوانين بدالها، ولا هل هي بالسيتوسين ويحط بدالها الأدينين. طبعا المشكلة رح تكون بالإش الجديد، لأنه القديم أكيد هو الأصلي، وبالتالي أي طريقة من خلالها بنتعرف على الإش الجديد هي الطريقة اللي بنتعرف وين المشكلة فعليا حصلت. وبالتالي كيف بيتعرف الجسم، او خلينا نحكي المسماتش ريبير سيستم كيف بيتعرف
انه هاي الستراند هي القديمة واللي بيسموها الباترنال ستراند، واي وحدة اللي هي الدوتر ستراند اللي هي الجديدة اللي هي فعلا فيها المشكلة. بتعرف على ذلك من خلال انه الباترنال ستراند بيكون عندها في مناطق بيكون فيها الجي اي تي سي، الجي اي تي سي في الادينين تبعيت الجي اي تي سي في الباترنال بيكون فيها ايش؟ بيكون فيها مثل جروب زياده، بيكون معمولها ميثيليشن، على عكس المنطقه اللي بالدوتر ستراند اللي هي لازم تكون جي اي تي سي، ما بتكون ميثيليتد، بتكون ان ميثيليتد. وبالتالي من هنا نقدر نتعرف انه الميثيليتد على الادينين في الجي اي تي سي بتكون هي الباترنال واللي ما فيها المشكله، واللي مش ميثيليتد بتكون الدوتر ستراند واللي هي على الجي اي تي سي بتكون هي الدوتر ستراند وهي اللي فيها المشكله. تمام. هسه شو اللي بصير تحديدا؟ اللي بصير انه خلنا نشرحها على الدايجرام. طيب فعليا هنا حدث مسماتش، تمام، كان عندك ارتباط ما بين السي والتي. هسه اللي بصير انه عندك ثلاث انزيمات، الانزيم الاول يسمى بالميوت اتش، وعندك الميوت اس والميوت ال. تمام. الميوت اتش، اسف، الميوت اتش بيرتبط على المواقع اللي فيها الجي اي تي سي، يعني هنا جي اي تي سي وهنا جي اي تي سي، وفعليا الميوت اتش عنده القدرة على معرفة اي وحدة ميثيليتد واي وحدة ان ميثيليتد، وبالتالي عنده القدرة على التعرف اي وحدة هي الباترنال ستراند واي وحدة هي الدوتر او النيو ستراند. هسه اللي بصير انه بيكون عندك الميوت اس، والميوت اس بيتعرف على حدوث المسماتش، يعني هاي المسماتش بيجي مين؟ بيجي هنا، بيجي عندك الميوت اس، والميوت اس بيجي بتعرف على هذا المسماتش وبيرتبط عليها. تمام. ومين بيجي معه؟ بيجي معه الميوت ال، يعني الميوت اس بيعمل اتراكشن للميوت ال على السايت اوف المسماتش، وبعد ذلك الميوت ال بيبدا يعمل لوبينج في الدي ان اي حتى يلاقي اقرب ميوت اتش، ولما يلاقي اقرب ميوت اتش شو اللي بصير؟ الميوت اتش بقص الدي ان اي ستراند او بيعمل كت في الدي ان اي ستراند اللي فيها ايش؟ اللي فيها بتكون الانميثيليتد الجي اي تي سي، يعني بقص من هنا لحتى هنا. تمام. في نيو ستراند اللي هي انميثيليتد. بيجي مين بعد ذلك؟ طبعا هون مش مذكور، بس انه الهيليكيز بيجي وبشيل هاي النيو ستراند اللي هي الكليفد عن طريق الميوت اتش، بيجي وبشيلها، بيظل عندك اللي هي الدي ان اي ستراند اللي بتكون فيها الكليفد اي وحده اللي هي النيو ستراند، وبيجي بعد ذلك الدي ان اي بولمريز واللايجيز وبيشتغلوا شغلهم. الدي ان اي بولمريز بيجي بيكمل شغله هون، واللايجيز بيعمل سيلينج هون وهون، وبس. هاي هي المس ماتش ريبير. اذا بس عشان ناكد الصوره، بيكون عندك الدي ان اي، تمام، والدي ان اي مثلا فلنفرض انه هون عندك الجي وهون عندك الايش، كان عندك بدل السي كان عندك تي، وهنا عندك الجي اي تي سي وهون عندك الجي اي تي سي، وكون هون في عندك ايش؟ السي اتش 3. مين بيرتبط هون؟ بيرتبط هون الميوت اتش. هسا مين بيرتبط على المسماتش؟ بيجي الميوت اس بيرتبط على المسماتش، وبيجي بيعمل ايش؟ ريكروتمنت لمين؟ للميوت ال. هسا شو اللي بصير؟ اللي بصير انه الميوت ال بيحفز عملية ايش؟ عملية لوبينج في الدي ان اي، بصير عندك لوبينج في الدي ان اي. شو بينتج؟ بينتج الاتي.
يكون عندك هون المس ماتش اللي هو الميوت اس، وهون ال، وهون الميوت اتش، وهون عندك اللي هي الجي اي تي سي، جي اي تي سي على المكانين. تمام. اوه تمام. هون عندك موقع المس ماتش، بيجي الميوت اس والال، وهون عندك عمليه اللوبينج. الميوت اتش مين بقص؟ بقص اللي جه الجهه اللي ما فيها ميثيليشن، اللي هي هاي الجهه، اللي هي هاي الجهه، بيجي بقصها، وبيجي الهيليكيز وبشيلها، بيجي الهيليكيز وبشيلها. شو بينتج عندك؟ بينتج عندك هذا الشكل. مين بيجي بيكمل الشغل؟ اللي هو الدي ان اي بوليمريز تايب 1، و اللايجيز بيعمل السيلينج، وبس. هاي هي المس ماتش ريبير. وهيك بكون انهينا كل الدي ان اي ريبير، وانهينا محاضرة الدكتور كاملة. هسا في بقى جزء الدكتور ما شرحه، واتوقع انه مطلوب. هذا الجزء ان شاء الله راح اشرحه بكرة، لانه صراحة باين انه بده يعني تحضير ودراسة من اول وجديد الموضوع الجديد. بإذن الله تكونوا استمتعتوا، وأي واحد عنده سؤال أنا جاهز بأي وقت. شكرا لكم.